السلام عليكم. الخشب هنتكلم عنه برضو النهاردة. الشغل ده قد ايه الناس بتحبه قوي، شغل المعلقات. بعد ما بتخلصي الشغل بتاعك وبتعلقي القطع، سواء من اذا كنت هتشتريها تعلقيها بجزء الغامق، او لو حابة يبقى اللون الفاتح. الشغل ده بيدي المعلقات شكل تاني خالص عندنا من المنظر ده، حجمين، الحجم الصغير والحجم الكبير. نفس الحكاية اللي الفتحة فيها من النص عندنا منها حجمين، الحجم الكبير ده والحجم الصغير. الشغل بتاع المعلقات كتر قوي زي ما قلنا واتفقنا مع بعض قبل كده، اشكاله كترت وفي حاجات كتير بطعمه بتخليه يروح في حتة تانية خالص، سواء بقى زي ما قلنا قبل كده السليبرات، الشنط، المعلقات، حاجات كتيرة جدا جدا. عموما الخشب في العموم بينقل قطعة الشغل بتاعتنا لمكانة تانية خالص لما بنحطها على الشغل، حتى لو زينا بيها الطواقي والملابس برضو بتعمل شغل حلو قوي. ده جزء صغير جديد من اشكال الخشب اللي عندنا. يا رب يكون واضح في الصورة حجمه ولونه وجماله، وانتظرونا في فيديو جديد.